الترجي ينهزم، النجم ينهزم، والإفريقي ينتصر. تفاصيل مع سندريلا. يلا هذا هو نحكي على دوري أبطال إفريقيا، وين الترجي الرياضي التونسي ينهزم 3 أهداف مقابل هدف أمام فريق الهلال السوداني في إطار مقابلات الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. خلينا نسمع تصريح لمدرب الترجي طارق ثابت. أنا مش نرفع المباراة كل يوم في 10 دقائق، ممكن 2-0، حاولنا مش نرجع في المباراة اليوم، احنا ما كناش صراحة في نهارنا، معناتها هذه حاجة مراجعة كبيرة لنا احنا المسؤول. أول شيء معناتها حاولنا باش نرجع في النتيجة في الشوط الثاني، سجلنا هدف في وقت معين كان 3-1، جبنا الفرصة نتاعته ذاي، كنا النجم نرجع من 3-2 في وسط الشوط الثاني، كيف كنا النجم نرجع كيف في آخر الشوط الثاني 3-2، لكن ما سجلناش. وهذيك الكرة كان ما تسجلش ما تنجمش تعاود ترجع لك مرار، لكن في نفس الوقت عندنا كنا معناتها ماناش بصراحة ما كناش تلقى مجموعة كاملة ماهاش في نهارها، معناتها هذيك هي معناتها الكرة ما تنجمش ترجع في النتيجة، حاولنا باش نرجع لكن حتى حد منهم عليه. احنا مجموعة كاملة، فريق كامل، بالنسبة لنا احنا خسرنا اليوم، لازمنا نتفرجوا في الماتش مليح نشوفوا علاش خسرنا، هل درا الاسبوع هذا كان جيد في تحضير المباراة ولا لا، مفيد في الاخر لازمنا نخرجوا بعبرة في المستقبل، لان مازال قدامنا برشا خدمة، مازال قدامنا اللاعبين هذول مازال معناتها نتحسنوا اكثر، لكن في نفس الوقت اليوم مرات الهزيمة هذه هي تقويني بعد ذيك وتصلح برشا حاجات باش ما نبقاش غافل. في المقابل نلقاو المحلل الفني طارق ذياب حمل المسؤولية لمدرب الترجي طارق ثابت. 60% من هزيمة من محور الدفاع كان سيء مع الهدفين، وكانوا في الهدف كان يمكن الثالث والرابع. ثم المدرب بالنسبة لي أنا تلعب ضد فريق ما يلعبش على أرضه، وتلعب ضد فريق بدنيا مش حاضر، ما تلعبش بالطريقة، تلعب في الريتم بتاعه، احنا نلعبه في الريتم بتاع الهلال، وهذا ساعد الهلال. الهلال شاهدناه في الدفاع يعمل 6 7 8 تمريرات ما يهجمهم حد. بالنسبة لي أنا هناك أخطاء دفاعية، وهناك حتى في التشكيل هناك أخطاء، والتحضير المباراة حسب رأيي كان دون المستوى، هذا تأثيره كبير على النتيجة، وهذه مشكلة كبيرة. المدرب يتعلم، لأن اليوم اللاعبين يتعلموا، مش كومش يعلمهم هذوما. إذا المدرب يتعلم واللاعبين يتعلموا، مش كومش يعلمهم، مازالوا مباريات عندنا إمكانية باش، أهم شيء أنه يتعلموا من الأخطاء متاعهم، والمدرب يتعلم من الأخطاء متاعه، هذا أهم شيء. وعندنا مباراة قادمة في تونس ذهابا وإيابا، ممكن نرجع، لكن لازم نلعبوا افضل، لازم نلعبوا 90 دقيقه، ما تنجمش تلعب في كل مباراه 45 دقيقه. صحيح. المباراه ما تدومش 45 دقيقه، المباراه تلعب من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90 حتى الدقيقه 95 حتى صفايه الحكم. اليوم الترجي في 3 4 مباريات شاهدناها في دوري الابطال يدخل الا في الشوط الثاني، في اليوم خسرنا هدفين وكان ممكن يسجلون 3 4 اهداف، ولهذا الاخطاء لازم يتفاداها المدرب. ومشكلنا احنا في الترجي في ال7 سنوات الاخيره ان المدربين كل قاعدين يتعلموا من الترجي، ان شاء الله ينجحوا. معلش تحبوا تعلقوا على كلام طارق ذياب؟ نحكي على هزيمة الترجي ناصر، طارق ذياب حمل المسؤولية للاكس للدفاع وخاصة للمدرب طارق ثابت. هو صحيح وقت اللي تشوف المباراة، خاصة وقت اللي نحكي على مباراة اون ديبلاسمون ونعملوا أخطاء فاتحة معناتها بالطريقة هذيك بالطبيعة باش تخلص كاش. وظهر لي الترجي الرياضي التونسي اللي ما صارش في ملعب حمادي العقل في رادس ضد مباراة النجم الساحلي صار غاديك. علاش؟ على خاطر النجم الساحلي في المباراة الأولانية كان نجم يسجل في 10 و15 دقيقة الأولانية، جات فرص من ميش تعلق منع. المرة هذه لا، في 10 و15 دقيقة الترجي قام بهفوات قاتلة. اليوم نحكي على زوز ملاعبية راهو زاد كيف نحكي على توغاي ونحكي على مرياح، زوز ملاعبية انترناسيونال، معناتها بالحق عندك إمكانيات كبيرة، ما عندكش الحق باش تغلط غلطات كيما هذوما. واليوم زاد كيف اللي حاجة حسيتها، خاصة أن من ياسين مرياح على خطر نعتبره وليد عنده برشة إمكانيات فنية، عنده برشة كاليتي، لكن حسيته ولا يلعب متعالي برشة كونفيون برشة. وفي الكورة ما تحبش الثقة، الكورة تحب انك يزمك تكون كل لوجورجي كل نهار ونهارو، على خاطر راه لي ديتاي كيما هذوما تجب تخلصهم كاش للامانه. وزاد كيف انا حسب اعتقادي حتى طارق ما لعبش بنفس الفكر وبنفس طريقه الفكر، خاصه في وسط الميدان الولد الدربالي كي دخل، معناتها مفروض انك تعطيه طون دو جو اكثر قبل ما تحطه في مباراه ضد الهلال. ورفيق راه نحكيو على الهلال اللي ما عندوش بطوله في السودان، عنده 6 مباريات رسميه لعبها في الكوب دافريك، ما عندوش نسق المباريات. في وقت من الاوقات وقت اللي تحب انت تكرازي ادفيرسير كيما الهلال لابد ان تضغط عليه عالي، ما تخليلوش مساحات، خاطر سي اون ايكيب تكنيك. هزيمه يتحمل فيها شويه المسؤوليه طارق ثابت. بالطبيعه ماذا الشيما تكتيك شكون يعملها؟ هو المدرب، هو وقت اللي انت تنحي الوهابي وتدخل
دير بالي في وسط التيران اللي في وقت من الاوقات معناتها يمكن انت حبيت تبني اللعب، لكن الولد ما عندوش طون دو جو، ما عندوش وقت قاعد يلعب فيه. وزيد كيف رفيق تخسر مباراه في 10 دقائق 15 دقيقه الترجي الرياضي التونسي مقبلهم كان فريق عادي مش فريق كيما الترجي، ما عندكش الحق. راهو في فريق كبير كيما الترجي تقبل جوج اهداف في 10 دقائق، ما عندكش الحق. 30 ثانيه محمود. 30 ثانيه ليه؟ تعليقا على كلام طارق ذياب اللي قال في 7 سنوات الاخرى، نحب نذكروا انه وقت اللي جاء نبيل معلول، راهو نبيل معلول مش يتعلم في الترجي، نبيل معلول كارير. وقت اللي جبنا خالد بن يحيى كيف كارير. وحتى اللي معناتها يحكي على معين الشعباني اللي جاء يتعلم هاز دو تشامبيونز ليغ، معناتها انه الترجي تجيب في ملاعبيه يتعلموا في 7 سنوات الاخرى. ما موسى نجم يقول اوكي طارق ثابت وي غلط في تسير للمقابله، تخلي رابح يقول لك الفريق الهلال السوداني اضعف منا فنيا واحد دونك بتاتر اللي هذاك عليه خليها هبط الدربالي. نورمالمون الدربالي يجربوا في ماتش في تونس ما يجربوش في ماتش نتاع كوب افريقيا مكاكا. دونك هذه قوس ان شاء الله. انا راني ديما جو سوي كونفيون، ريت وقت اللي تخسر ترجي في مقابلات في البول هكا يكون عندها امل كبير باش توصل تيتر حتى مع الاهلي عمله. هذا ما نتمناه وصارت نفس الحكايه معنا. هذا ما نتمناه وفي علاقه بالكلام اللي قلته صحيح معنا يا اخي. اقوى الجمعيات تجيب دي زونترنور اول مره ايراني ياخو ليكيب سينيور بتاع الجمعيه ذيك معنا اعرق الجمعيات في العالم. كان ملاعب كبير لنا الاسبوار لنا ليكيب اقل من 20 سنه عمل بيرفورمانس باهي جابوه. دونك راضي جعادي كي جاي كان مشروع كبير وظروف ما خدمتش راضي شويه وراضي غلط شويه اتصاليا معناه ما عرفش كيفاش يتواصل ما يمسش من كفاءته. وكما قلت معين تشامبيونز ليغ ما عادش نجمو نحكيو عليه معناه دونك ما جابش عمل شو خير من هذاك. نبيل كارير وراه دونك الاختيارات كوميم اليوم طارق ثابت انه يراني ترجي عادي انك تعطيه فرصته ونتمنى له كان التوفيق.